نعم متابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه والجلسه التعليميه اللي هي طبعا بنقوم فيها بشرح مؤشر او استراتيجيه معينه مع كل محل تكنولوجيا ذهب ظهريه من شركه تكمل. رح نقوم بتغطيه اذا بدكم على موجات اليوت وكيفيه استعمال او تحديد موجه رقم 2 وموجه رقم 4. معظم المستثمرين بكل بساطه بيتداولوا وبيستعمل موجات اليوت، ايضا بيستعملوا بعض الكاونتس او العدات او العد الموجي اللي بيختلف من خلينا نقول محلل تقني واخر. فبالنسبه لي طبعا باستعمال موجه اليوت وباستعمال موجه رقم 1 2 3 4 و5 بكون عندنا خلينا نقول ديفرنت كاونتس او عدات مختلفين. بكل بساطه اليوم رح اجرب اعطيكم اذا بدكم قوانين خلينا نقول موجات اليوت او قوانين ارتفاع موجات اليوت، فينا نعمل ديفرنشيشن او تحديد موجه رقم 2 وموجه رقم 4. موجه رقم 2 وموجه رقم 4 هن الموجات التصحيحيه، موجه رقم 1 اللي هي طبعا اندفاعيه، موجه رقم 2 تصحيحيه، موجه رقم 3 اندفاعيه، 4 تصحيحيه، وايضا موجه رقم 5 اندفاعيه. فهيدي 1 2 3 4 5 خلينا نعمل لكم اذا بدكم تكون بشكل واضح 3 4 5. مثل ما لاحظتوا هون انه موجه رقم 2 وموجه رقم 4 هن موجات تصحيحيه اذا في حال الاتجاه عم صاعد، وبينما اذا بدكم كيفيه تحديد موجه رقم 2 وموجه رقم 4. بكل بساطه موجات اليوت بتقلي على اذا في حال نحن ابتدينا بموجه صعود واضحه في اتجاه صاعد، خلينا نقول موجه رقم 2 لازم تكون على شكل خلينا نقول ثلاث موجات تصحيحيه اللي هي اي بي سي. مثل ما بتعرفوا بجلسات الصباحيه انا وعم بعد او عم بمر على الرسوم البيانيه واشتغل بالكاونتس او بعد موجات اليوت، على طول بقول لكم ثلاث موجات تصحيحيه اللي هي اي بي سي قبل ما نكفي اتجاه الصاعد. عظيم. لكن احنا اذا في حال بدنا نبتدي بموجات تصحيحيه، هون رقم 1 موجه رقم 1 انتهينا منها، موجه رقم 2 اللي هي تعتبر خلينا نقول ثلاث موجات تصحيحيه صغيره اللي هي A small A، هون عندي موجة B وموجة C اللي هي تعتبر إذا بدكم هيدي موجة رقم 2 قد انتهينا منها. هلأ ثلاث موجات تصحيحية لما نتكلم نحن عن simple three wave down أو موجات تصحيحية بتبقى على هذا الشكل ABC قبل ما نكفي اتجاه الصاعد. شو في حال نحن دخلنا بموجة رقم 4 اللي هي طبعا تعتبر complex؟ إذا في حال موجة رقم 2 كانت على هذا الشكل اللي هي موجات خلينا نقول simple، موجة رقم 4 لازم تكون على شكل خلينا نقول افقي وضخم جدا قبل ما نكفي موجه رقم 5. ممنوع موجه رقم 2 تكون تشبه موجه رقم 4، يعني اذا في حال موجه رقم 2 كانت سمبل على سبيل المثال مثل ما عم بقول لكم بهيدي الحاله، موجه رقم 4 لازم تكون كومبلكس مثل ما شفتوا. فبهيدي الحاله نتوقع نحن موجه رقم 4 تكون على شكل مثلث يكون عندها ضمنها خمس موجات اللي هي A B C D E، A B C D E اللي هي تعتبر خمس موجات. فبهيدي الحالة طبعا بنكون دخلنا بمرحلة أفقية اللي هي تعتبر موجة رقم 4. فبهيدي الحالة بنكون صرنا نحن عارفين على أنه إذا موجة رقم 2 بتكون simple أو بسيطة تعتبر موجة رقم 4 لازم تكون complex. فبهيدي الحالة طبعا هون بنكون عم نحدد نحن simple wave 2، أوكي simple wave 2 مقابل complex wave 4. طبعا اذا في حال نحن كان عندي العكس اللي هي ويف 2 او موجه رقم 2 كانت كومبلكس، موجه رقم 4 لازم تكون سمبل. هلا بغض النظر قبل ما ادخل بتفاصيل موجه رقم 4 وشو ممكن يكون عندي اشكال بموجه رقم 4، اللي بدي اجرب لكم اياه انه لما تكون ويف 2 خلينا نقول كومبلكس بكون عندي اتجاه صاعد ضخم جدا. شو يعني اتجاه صاعد ضخم جدا؟ يعني عم بتكلم انا بويف 2 تكون خلينا نقول كومبلكس، يعني بكون السوق عم بواجه خلينا نقول ارتفاع، وويف 2 بكون عم نواجه فيها اي بي سي دي اي اي بي سي دبليو اكس، هيدي موجه رقم 2، موجه رقم 3 الضخمه، موجه رقم 4 فقط بسيطه جدا، وموجه رقم 5. فبهيدي الحاله الاتجاه الصاعد على المدى الطويل الاتجاه الصاعد بكون عندي موجة اندفاعية ضخمة جدا، وبكون زخم الارتفاع طبعا عالي. فبهيدي الحالة بكون عندي لما يكون عندي موجة رقم 2 كومبلكس، خليني نقول مثل ما شفتوا بهيدي الحالة موجة رقم 2 هون عنديها كومبلكس ومعقدة، اوكي موجة الارتفاع خليني نقول بكون ضخم جدا. ليش بكون ضخم الارتفاع؟ لانه موجه رقم 4 بتكون سمبل، هيدي ويف 4 اللي هي سمبل ويف، اوكي. فبهيدي الحاله بس انا كنت حابب امر بهيدي الجلسه التعليميه وقالكم انه اذا في حال موجه الكومبلكس اللي عم تشوفوه امامكم بموجه صعود مش ضروري تكون موجه رقم 4، ممكن تكون موجه رقم 2 وهي الحقيقه موجه رقم 3 ضخمه، لنرجع نحن طبعا نحدد ويف 4 سمبل ويف او ويف 2 خلينا نقول كومبلكس ويف.
فبهذه الحالة طبعا نترقب هون الموجات لنعرف نحن تحديد إذا بدكم أي موجة. هلأ مثل ما بتعرفوا أنا يعني تحديد موجات أليوت أو خليني أقول اختيار نحن بأي موجة طبعا بتفيدنا للتداول. ليش؟ لأن إذا في حال أنا عرفت أنه أنا بموجة رقم 4 بعرف بستعمل فيبوناتشي، خليني أقول إذا بدي أدخل أنا فيبوناتشي على سبيل المثال من قاع لقمة معينة، خليني أقول إذا أنا باستعمال فيبوناتشي وعارف أنا أنه موجة رقم 1 موجة رقم 2 وموجة رقم 3 الضخمة بعرف انه انتهت هون، ساعتها باخذ فيبوناتشي من قاع موجة رقم 2 لقمة موجة رقم 3 وبعرف انه موجة رقم 4 ممكن تصحح 38% او 50% قبل ما يكفي اتجاه الصاعد. فبهذه الحالة انا باستعمال فيبوناتشي من قاع موجة رقم 2 من هون من هذه المستويات لقمة موجة رقم 3، اذا بستعمل فيبوناتشي انا بعرف انه موجة رقم 4 بحق لها تصحح 38 او 50% من هذه الموجه. وانا ما اذا في حال طبعا نحن عم نتكلم بموجه رقم 2 فقط واخذت فيبوناتشي من قاع موجه رقم 1 لقمه موجه رقم 1 بعرف انه موجه رقم 2 ممكن تصحح 61 او 76.4%. هون عم بتكلم بموجه رقم 1 وانخفاض موجه رقم 2، فباخذ فيبوناتشي من قاع موجه رقم 1 لقمه موجه رقم 1، فبكل بساطه انا ممكن اعرف انه المرحله اللي ممكن استهدفها هي 61 او 76.4% قبل ما نبتدي موجه رقم 3 الارتفاع. فانا تحديد باي موجه انا اللي هي موجه رقم 2 او موجه رقم 3 طبعا بتاثر كثير على التداول وعلى المراكز اللي ممكن ادخل فيها، اللي ممكن طبعا تعطيني اشاره على انه انا بنتظر مراحل فيبوناتشي دقيقه جدا لادخل بمركز شراء او مركز بيع. فهيدا بالنسبه لطبعا اذا بدكم موجه رقم 2 وموجه رقم 4 اللي هي سمبل والكومبلكس. طبعا على طول لازم يكون عندي سمبل وكومبلكس ويف، ما فيهم يكونوا اثنيناتهم سمبل استاذ وسام. بالنسبه لموجات اليوت ما فيها تكون موجه رقم 2 سمبل وموجه رقم 4 سمبل، لا لازم تكون موجه رقم 2 سمبل و4 كومبلكس او العكس صحيح. فبالنسبه لإلي طبعا باستعمال ويف 4 خليني اقول الموجه الكومبلكس على طول لازم استنظر انا يكون عندي مراحل معينه، خليني اقول مثل يعني مثلث على سبيل المثال او شكل اخر، يعني موجه رقم 1 موجه رقم 2 سمبل ويف، موجه رقم 3 الضخمه، موجه رقم 4 يا اما بدي ادخل فيها بشكل مثلث مايل اذا بدكم مثلث افقي A B C D E قبل ما ابتدي ارتفاع خمس موجات ضمن هذا المثلث، يا اما بدي ابتدي اذا بدكم بموجه رقم 4 خليني اقول تكون على شكل نفق مايل على انخفاض اللي هي بتكون بارلل لاين على هذا الشكل، اوكي ايضا نتوقع خمس موجات انخفاض قبل ما نكفي اتجاه الصاعد، يا اما بتكون موجه رقم 4 خليني اقول بمثلث ميل على انخفاض 1 2 1 2 3 مثلث ميل على انخفاض على هذا الشكل ونبتدي اتجاه صاعد. فعند عدة أشكال لموجة رقم 4، ولكن موجة رقم 4 الاندفاعية القوية اللي بيكون زخم الارتفاع أو المومنتوم فيها طبعا مرتفع ممكن نسجل موجة غريبة اللي هي على هذا الشكل ارتفاع موجة رقم 1 2 3، ممكن تكون موجة رقم 4 بهذا الشكل اللي هو ب خلينا نقول مرحلة أفقية، ولكن مرحلة أفقية ميلة على ارتفاع، وهيدي هي طبعا اكثر مرحله او اكثر سيناريو طبعا اذا بدكم بيسبب ذعر للمتداولين والمضاربين، لانه بيتوقعوا من وراء هذه المرحله بيتوقعوا مرحله اذا بدكم مرحله انخفاض، ولكن العكس صحيح بيكون مرتفع السوق بهذا الشكل رقم 2 رقم 3 وبيسجل خلينا نقول ارتفاع على هذا الشكل موجه رقم 4 اللي هي بتكون ايضا عم تعمل خلينا نقول قمم اعلى من بعضها البعض وكعان اعلى من بعضها البعض قبل ما نكفي اتجاه موجه رقم 5. فبكون عندي موجه رقم 1 موجه رقم 2 3 انتهت هون 4 و 5. فبهيدي الحاله طبعا ارتفاع هيدا الشكل لموجه رقم 4 بكون اذا بدكم معظم الاحيان خطر للمستثمرين، لان بيتوقعوا من وراء خلينا نقول نفق ميل على ارتفاع بهيدا الشكل بيتوقعوا اتجاه هابط، ولكن العكس صحيح بيحصل ارتفاع اذا في حال نحن بموجه رقم 4 ومنتظرين موجه رقم 5. فبالنسبه لي طبعا تحديد موجات رقم 2 ايها وموجه رقم 4 مفيده ومهمه جدا طبعا كرمال نحدد الموجة أو رقم الموجة. طبعا بالنسبة للموجة أو إذا بدكم الموجات هي بغض النظر عن رسم بيانة أو تايم فريم، رسم بيانة ساعة أو رسم بيانة 4 ساعات أو يومي، بغض النظر نحن عم نتكلم عن الموجات. لما نشوف موجة رقم 2 وموجة رقم 4 كومبلكس بقدر أنا أدخل بمركز شراء أما بيع وأستفيد من الموجة الخامسة اللي هي طبعا بتكون إذا بدكم واضحة عندي.
ممكن طبعا استاذ اسامه نعتمد على موجات اليوت وفيبوناتشي فقط للتداول، مثل ما بتعرفوا انه انا بجلساتي الصباحيه بمر بشكل يومي وبستعمل بشكل يومي موجات اليوت وفيبوناتشي ايضا، وطبعا بالتحليل او بدمج هول المؤشرين سويا بقدر انا احدد على اذا بدكم انا باي موجه. كنت تكلمت على اسعار الذهب انا، وقلت لكم على انه نحن بانتظار اذا بدكم موجه الخامسه، وكنت قلت لكم الموجه أربعة دخلنا فيها بمرحلة أفقية. كنت قلت لكم على أنه نحن هلأ بانخفاض موجة رقم واحد، موجة رقم اثنين، ثلاثة الضخمة، موجة رقم أربعة كنا دخلنا فيها بشكل نفق ميل على ارتفاع، وتوقعنا رقم خمسة أو موجة رقم خمسة اللي هي 1 2 3 4، ونتوقع هلأ انخفاض موجة الخامسة لأسعار الذهب. فأنا بالنسبة لي بعدني عم بشهد انخفاض، مثل ما بتلاحظوا بجلسات الصباحية اللي بقوم بتحليلها كنت قلت لكم على أسعار الذهب عندي موجة رقم أربعة. على طول من موجة الانخفاض أو من وراء موجة اندفاعية ضخمة جدا ممكن نشهدها لأسعار السلع أو المعادن، خلينا نقول او للعملات ايضا عفوا، ممكن من وراء ما نشهد انخفاض ضخم جدا وموجه اندفاعيه ضخمه على طول نتوقع مرحله افقيه اللي هي تعتبر مرحله او موجه رقم اربعه. فبهذه الحاله على طول من وراء الموجه او الانخفاض الضخم ما بفكر بالشراء، على طول بفكر انه انتهاء موجه رقم ثلاثه بهذا الانخفاض الضخم، ودخلنا بمرحله افقيه اللي هي تعتبر موجه رقم اربعه، ونتوقع انخفاض موجه رقم خمسه. فبهذه الحاله بيستعمل موجه اليوت وتحديد موجه رقم اربعه بالضبط بقدر اذا بعد عندي انخفاض متوقع او لا. هيدا بالنسبه طبعا لموجات موجه رقم اثنين وموجه رقم اربعه. كنت حابب مر عليا بهيدي الجلسه التعليميه، وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هيدي المعلومات. طبعا بجلسه لاحقه ان شاء الله بالجلسه التعليميه بدي ابتدي اذا بدكم بتفسير الموجات التصحيه ولكن بتفاصيل اكثر، يعني على سبيل المثال بموجات اي بي سي، كيف نرتفع بموجه اي، كيف ندخل بموجه بي بمرحله افقيه ايضا، وموجه سي كيف نقدر نستهدفها باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن وليس ريتريسمنت. فيبوناتشي اكسبانشن هي شكل اخر من استعمال موجات اذا بدكم فيبوناتشي اللي هي عم تشوفوها امامكم، باستعمال اكسبانشن كيف ممكن نحدد الموجه التصحيحيه وين ممكن ننتهي قبل ما نبتدي موجه انخفاض جديده او موجه اندفاعيه جديده. فطبعا هيدي الجلسه اللي تكلمت عليها اليوم هي بالموجات الاندفاعيه، كيفيه تحديد موجه رقم اثنين وموجه رقم اربعه باستعمال فيبوناتشي ريتريسمنت. بدكم تنتبهوا انه عندي نوع اخر من فيبوناتشي اللي هي فيبوناتشي اكسبانشن اللي هي تعتبر ايضا فقط بالموجات التصحيحيه اللي هي موجه اي بي سي، اوكي، ليست موجه رقم اثنين واربعه، فقط بنستعمل اكسبانشن فيبوناتشي اكسبانشن بموجات اي بي سي. رح نكون طبعا عم نمر عليها بجلسات لاحقه. طبعا رح تكونوا عارفين رح تكونوا عارفين لاحقا كيفيه التحديد اذا بدكم بفرق بين فيبوناتشي ريتريسمنت اللي هي نتوقع، قلت لكم انا فيبوناتشي ريتريسمنت اللي هي نتوقع من وراء موجه اندفاعيه موجه ارتفاع، بنستعمل فيبوناتشي ريتريسمنت كرمال نحدد من وراء موجه ارتفاع او انخفاض، يعني موجه اندفاعيه كيف ممكن نحدد الانخفاض، وباستعمال موجات الريتريسمنت مستويات ال 50 وال 61 وال 88%، ولكن باستعمال موجات الاكسبانشن كنتوا عارفين انه بكل بساطه الاكسبانشن نستعملها بالموجات التصحيحيه فقط اللي هي على شكل اي بي سي كرمال نحدد نحن اي مستوى ممكن نوقف عنده، ونحدد مستويات ال 100% في بوناتشي اللي هي طبعا بتكون فقط تصحيحيه، وبنبتدي من وراها موجات اندفاعيه جديده. فطبعا رح اكون عم مر على فيبوناتشي اكسبانشن وفيبوناتشي ريتريسمنت، اشرح لكم الفرق وكيفيه استعمالها بدمج اذا بدكم هذه المؤشرات او هذا يعني فيبوناتشي بالضبط مع موجات اليوت، وبالتحديد مع اي موجات اذا كانت موجات تصحيحيه او اندفاعيه. هذه المعلومات قيمه جدا وبالفعل مفيده جدا، صدقوني انا بستعملها بشكل يومي كرمال التداول الخاص فيي. يعني انا بكل بساطه بغض النظر انا كمحلل او كانستراكتور في شركه تكمل، طبعا انا بتداول يعني بشكل يومي لالي او بحسابي الخاص، فبهيدي الحال طبعا عم بنقلكم معلوماتي وخبرتي اللي انا بستعملها في حساباتي انا واستراتيجيات التداول اللي بستعملها بشكل يومي. طبعا بتمنى تكونوا
استفدتوا من هذه المحاضرة. أنا بشوفكم جلسة صباحية غدا. طبعا يعني شركة تكمل بقاء بقرب العملاء هو شيء مميز وأساسي وبنتميز فيه ونفتخر فيه بين الشركات الأخرى، لأنه بقائنا بقرب العملاء طبعا بنوعيهم على التحركات اللي ممكن تحصل، على البيانات أو على الأخبار اللي ممكن تصدر عنا بالأسواق المالية، وعم نجرب أنه نعلمهم طبعا ونكون بقرب العملاء وبقرب المتداولين لنفرجيهم أنه نحن حدهم، ونتمنى طبعا النجاح ونريد النجاح للمتداولين. هذا السلوغن أو شعار شركة تكمل. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة. كان معكم جزاف ظهرية، محلل تقني ب 25/6/2018 من شركة تكمل. إلى اللقاء.